دلوقتي نروح مع حضراتكم بقى للصحافة الرياضية. تعالوا نروح للأخبار بتاعتنا المختلفة ومقر جريدة البوابة نيوز ومراسلتنا العزيزة يعني مريم سميح، هي موجودة هناك دلوقتي في منشطات. طبعا يا مريم معاكي طبعا صباح الخير في البداية، معاكي منشطات مهمة جدا، يمكن أولها الحوار الخاص لمحمد صلاح مع البريمير ليج برودكشنز وقال كذا تصريح أعتقد مهم. أيضا في خبر عن الديربي، ديربي مانشستر، وفكرة هنا قرارات الكاف الأخيرة الخاصة بتنظيم الكان 2025. خلينا نعرف منك تفاصيل، تفضل. صباح عليك يا نهاوند في البداية، وصباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، جولة بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وطبعا يعني هنتناقش في كل عناوين اللي انت ذكرتيها يا نهاوند دلوقتي. خلينا في البداية نبدأ طبعا بتصريحات نجمنا، نجم طبعا المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، والعنوان الأول من جريدة الأخبار: صلاح أنا مهووس بالتفاصيل الصغيرة. يعني يمكن على الرغم من عدم رضا جماهير ليفربول بالنتائج اللي بيحققها والتعادل مساء امس في الجوله الثامنه في البريمير ليج مع طبعا برايتون، اكيد كان في فكره غضب من جمهور ليفربول، خاصه انه يعني يمكن ما يكونش في منافسه على الدوري الانجليزي هذا العام. ولكن الحقيقه ان يمكن تصريحات صلاح كانت مختلفه بعض الشيء لبريمير ليج برودكشن بعد طبعا او عقب انتهاء المباراه. يمكن صلاح اتكلم عن فكره اهتمامه بالتفاصيل او ادق التفاصيل الصغيره، وشايف ان هي دي اللي بتصنع الفارق ما بين لاعب واخر، وشايف ان دايما هي دي اللي بتميز اللاعب ايضا عن بقيه اللاعبين في الفريق. كمان يعني يمكن قال صلاح ان هو شايف انه يعني يمكن يكون صادق ان هو بيعطي هذه التفاصيل يعني قدر كبير جدا من حياته او يمكن مهنته كلاعب كره قدم طبعا، وهو شايف انه هي اللي بتصنع الفارق ما بين لاعب واخر، وشايف ايضا ان التفاصيل دي او التفاصيل بيهتم بيها صلاح بشكل خاص جدا، ما بتكونش فقط داخل الملعب ولكن ايضا بتكون خارج الملعب، بدءا طبعا من فكره الطعام والشراب وايضا يعني يمكن مواعيد النوم، وشايف ان دي يمكن بتصنع فرق كبير جدا في مشوار لاعب كره القدم وايضا بتفرقه عن بقيه يعني زملائه، وشايف ان هو مهووس ومدمن لتلك الامور. عنواننا الثاني طبعا من موقع الشروق: حجازي وطارق حامد يغادران القاهرة استعدادا لكلاسيكو الدوري السعودي. طبعا سافر الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد بعد يعني انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، يمكن هيعودوا مرة أخرى للمملكة العربية السعودية، وده طبعا علشان ينضموا لفريق الاتحاد بعد طبعا يعني أداء مهمتهم مع المنتخب الوطني أثناء فترة التوقف الدولي. وطبعا يعني أكيد كلنا عارفين أن المنتخب الوطني حقق الفوز على النيجر ليبيريا بنتيجة 3-0 في المباراتين الوديتين، ده طبعا اللي بيستعد من خلالهم المنتخب الوطني لتصفيات أمم إفريقيا 2023. وطبعا شارك الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في المباراتين، ومن ثم عادوا مساء أمس السبت مرة أخرى إلى السعودية للانضمام لصفوف فريق الاتحاد، واللي بيستعد لخوض مباريات الدوري السعودي. وطبعا بيلعب الاتحاد مع النصر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وزي طبعا ما احنا عارفين او جماهير الكره العربيه عارفين بشكل خاص جدا ان يعني جماهير الكره السعوديه مباراه الاتحاد والنصر بتبقى مباراه قويه جدا، يمكن بيسموها يعني الكلاسيكو السعودي، وبتعد من اهم مباريات الموسم، خاصه ان الثنائي طبعا بينافس على لقب الدوري، وفي الترتيب الحالي بيتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط وبفارق نقطه عن النصر صاحب المركز الرابع. عنواننا الثالث أيضا من جريدة الجمهورية: بعد سحب تنظيم كان 2025 من غينيا، كاف يفتح طلب الاستضافة من جديد. طبعا عدد بطولات كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 يمكن زي ما وصف التقرير لنقطة صفر أو للبداية مرة أخرى، بعدما قرر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة طبعا كاف سحب استضافة البطولة من غينيا، وذلك بعدما تأكد وفد الاتحاد القاري الذي دار البلاد عدم جاهزيتها لاستضافة المسابقة. وعرض موتسيبي طبعا الذي ترأس وفد الكاف إلى العاصمة الغينية كوناكري على اللجنة المنظمة استضافة غينيا نسخة البطولة عام 2027 بدلا من 2025، لا سيما مع قرار اللجنة التنفيذية للكاف بفتح طلب الاستضافة من جديد. وطبعا كان رئيس الكاف يعني يمكن تلقى أو التقى بالسلطات الرياضية في غينيا قبل لقائه برئيس الانتقالي العقيد مامادي دوموبيا قبل اتخاذ
القرار بشكل رسمي، وتعتبر طبعا المغرب على رأس الدول التي من المنتظر أن تتقدم بملفها طبعا لاستضافة هذه البطولة المقرر طبعا في كوتيفوار إلى مطلع عام 2024 بدلا من موعدها الأصلي في صيف العام المقبل بسبب طبعا هطول الأمطار في البلاد أثناء هذه الفترة. أخيرا بقى من موقع يلا كورة، ألفاريز ديربي مانشستر من أهم المباريات في العالم. طبعا أكد جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي على أنه بيشعر بحماس شديد وكبير جدا قبل ديربي مانشستر الذي يجمع فريقه طبعا بمانشستر يونايتد ضمن الجولة التاسعة من البريمير ليج. وقال المهاجم الأرجنتيني الشاب للموقع طبعا الرسمي لمانشستر سيتي: ستكون مباراة رائعة بين كبار المدينة، أعتقد أنها واحدة من أكثر الكلاسيكيات مشاهدة والأكثر أهمية في العالم. طبعا سيكون من الرائع التواجد ونأمل أن نقدم مباراة رائعة ونفوز بها. وأيضا استكمل المهاجم الأرجنتيني للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: صحيح أن الأرجنتين معروفة بالتعصب الجماهيري وعشق كرة القدم بشكل لا يوصف، لكن هناك أيضا وجدت الجميع يعاملني بلطف، وأظهر سكان المدينة الكثير من المودة لي، وأسعى لإسعاد المشجعين بأهدافي مع السيتي. طبعا يعني عايزين نفكر جمهورنا ان مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب البريمير ليج برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، طبعا ده بياتي خلف ارسنال المتصدر ب 21 نقطة من 8 مباريات، بينما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات. طبعا دي كانت جميع عناويننا الصادرة صباح اليوم الاحد من داخل مقر البوابة نيوز، بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة اخرى. تغطية كالعادة رائعة منك يا مريم، نشكرك جدا عليها، شكرا ليكي.